الله أكبر، احتراق أحد الأبنية في حي الرصافة نتيجة استهدافها من قبل كلاب وعناصر الأسد الجبناء، قاموا باستهدافها بقاذف RPG وحرق هذه البناية وتعمدوا في حرقها. الله أكبر، ها هي أبنية ومنازل المدنيين تحترق عندما حرقها كلاب الأسد بكل دم بارد. الله أكبر، كيف سيكون موقف أصحاب هذه البناية إذا ما رجعوا يوم من الأيام إلى بيوتهم؟ تخيلوا معاناتهم كيف ستكون إذا ما رجعوا ووجدوا أبنيتهم عبارة عن رماد. نعم، هذه هي البناية، لا زالت تشتعل، لا زالت النار تلتهمها في حي الرصافة. والله احترقت بنايات كثيرة، عشرات المنازل تم توثيقها في حي الرصافة وهي تحترق عندما قصفتها قوات النظام، أو عندما أطلق عليها النار من قبل كلاب وعناصر الأسد. فهم يتعمدون في حرق البنايات إما بقواذف RPG أو بطلقات الحارقة أو بمدافع 57. حسبي الله ونعم الوكيل عليكم أيها الكلاب. كثيرة هي المنازل التي تم توثيقها في حي الرصافة وهي تحترق، عشرات المنازل تم توثيقها وهي تحترق بسبب استهدافها من قبل قوات النظام في حي الرصافة. كان معكم جاسم الفراتي من دير الزور.